السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، صباحكم الله بالخير والعافية. اليوم عندنا فد مقترح جديد، ضفنا لهاي المرشات مراوح كبار عملاقة، عرفنا بعد جانا بقانا بس آب، هذا آب حار راح يجي، هاي مروحة وهذيك الثانية مروحة ثانية. ضفناهن فوق ذني المراوح لأن الجو حار راح يجينا وذني ضفناهن. هسه نشغلهن ونشوف. جبت مولدة احتياط للبيت، من تطفي الكهرباء الصباحية هذا العنب بدأ ينتهي، يعني احنا فوق ما نرش فيه عليه مي والحرارة الصقعة الورق قام يوقع عليه، بس يوقع ها بقايا الخبز يزود نخليه على الحائط صغير ترتيب بعد ما البيت تاكل معدة طيور شوية تنوع. والله ما جاي لحق من ورا الحر والشغل، ما جاي لحق نصور لكم كل يوم بيومه وكل وقت بوقت. الحرارة أثرت علينا شوية مال الجو، هذا لسه ما زوج الطير الكنار الفحل. عارف علامات هاي فنجز طايرة، ليش من قارها يصير فاتح مو مثل الفحل، هاي طايرة، هاي هم طايرة اللي جت، لكن من ناكل ابيض الفحل من قارة حليب زايد. طايرة فحل دنيا Thank you.
هذا فريخ الدايمود اللي استوى قاعد ريشه. هذا الفحة، هذا الدايمود ركبين. وحشيات مو طبيعية، هاتين ذني ما طبيت بهاي الجو بهذه الأيام الحارة. يوم العصر نسوي لهم ذني اكل بالراحة هاي، نكمل ان شاء الله نسوي لهم. هاي العشوش اقلبها واغسلها واخليها هنا، اغسلها وارجع اخليها هنا مكانات يعني ما وقعت من عندهم واخليها هنا. اول شيء هسه مو مال ما اريد هني كاثرن طيور. عندي عشوش بيهن على اربعة وبيهن على ثلاثة وبيهن على من الفنجز، الفنجز ما يبطل يظل مستمر الفنجز. حتى لو مو حارة يظل هذا الفريخ بدأ يصبغ، بدأ يصبغ بألوانه دايمود. هذا هاي المرة حيل فادتني من شديتها، يعني الجو اختلف كلش، قويات الحمد لله، جو بارد يعني نشغل المرشات وياهي، جو بارد الحمد لله. وعندنا الدايمود مات، ما ادري شو رجليه تقرم هاي، بقى عندنا اثنين عندي وهم انبيضت بهذا المكان راوتكم اياه، وفقس انا وشو مات انا ما ادري، حر جاهين ما ادري من الحار، تطفي الكهرباء فد اذا ساعة ساعة ونص صارت لك هاي جمر، على ما يشغل ابو المولد لو انا ما موجود ما يحاولون هيك الطائرة يعني ما اعرف جاي لعبين ما ادري يطبون بالحلة. ذن هنا كان البيض، هنا تجيب لي البيض من يشوفون يطبون ما يوقفون على هذا المكان، هنا اخلي البيض. اتوقع ان انا راح اجيب البيض هسه، هاي فخت الملك الابيض الجي بس جناحاته شوي هنا بهن حمر، والباقي كله حتى من قارة ابيض. هاي جوا بس شوي سباقات حتى من قارة ابيض. بعدين اكو
وهاي الطيرة همتين بيضاء. نزلنا عندنا فرخات صغار من الكريمي، هاي واحدة ذني تعاتي، هاي واحدة واقعة هنا وواحدة فوق. ايش واحدة فوق الصف هاي، عليها مضرب مع شمس قوي، بس انه اختار المكان اللي هاي يصير. وهاي اللي بصفها ملكية ثلجية، الثلجي يقولون غالي، ما ادري اعرف يعني. الوحدة زوج ب70، مدري الطائرة ب70 عملت عليها مرة، هي طائرة ب70 قالوا هاي ثلجية بالنجف. قلت لعمي قضية ب70 يعني، الزوج يطلع 140 هو ثلج، يطلع من الرصاص ويطلع يخبط الرصاص كله يطلع يذب انواع الطيور. هذا الفحل الدايمود، وهاي الطيره بصفه، هذا الحر عندي فرخات هنا، انا من يعني يوميا اطلعهن شويه يرتاح، يعني الجو حار عليه. انا مع ما اكو مروحه من هناك تضرب عليهن من فوق سقفي تضرب عليهن، بس مع ذلك الجو حار يعني، انا ما ادري شلون صار لنا بهذا الحر. وكطيرة عندنا زرفة هاي هاي السندويشة من هالجهة زرفتها، ومن هنا نزلت زرفتها منا، من هنا ونزلت لجوا. حتى طلع الفرخان سكتها، شقيت السندويشة من هناك من ذيك الجهة ورجعت بيضة ما تفيد وياها. ذني هاي بيضة، السمان هذا هاي تبيض. البيض مالي العصر نطلع من نفطر، نروح نجيب لهم البيضات، سلقناهم البيضات خلينا هنا هنا على مود التوتر. عندنا فريخات صغار فوق ال هاي، مبيضة فوق هاي السفينة، هاي سيامة وسويتها حكتها بالخوص. من هنا هذا من هالجهة جهة بها فتحة، هاي من هنا الركن وهي بالنص مقسومة، جهة بها من فتحة على اليمين
ينزل معدل فنجز ومن ذيك الجهه مات، وهاي الفختاي على شاشه فوقها. عندنا فريخه ما ادري اثنين والله، وهاي ذاك اليوم صوت لكم اياها تلمعش. قافه هنا، قافه على هذا النعال، هذا النعال شامره قبل من زمان هنا، وجت عجيشت فوقها. هذا بخت الكريم، حلو صوته. اتصور انا اقول ان هذين زوجيهن على طير شبلاغ لان ضخم، فخت الكريم هذا ضخم يعني حيل ضخم، يعني باوع اثنين فرخات دنيتي صلوات اثنين فرخات. اما اني شوي يكسر الجو نطلع من الفنادز، لين ما خلينا لا هنا لا جو، خلي لي زوج من الجاوة وخلي زوج من ال، خلي فد اربع ازواج من الفنادز الحلوات، الباقي كلها طلعه، لين ما خلينا نزرع عليه. ايش ازرع؟ ياكلن حتى هذا هسه هذا مر مر، هذا الشجره مال خلها تملي، شوفوا مهلسه تهليس تفنتف. وهذا العنب هماتين شكو عن يعني هذا ما يلوح لنا ما يقرط لنا، بس اللي يلوحه يقرطه. تفنتف بس الله نجيب البيضات. يلا مع السلامه شباب.